الفقه المصري القديم. يعني ليس ابن سعد يقول عن العلماء كان أفقه من مالك ولكن خزله تلاميذه. ليس ابن سعد كنموذج فقهي حضاري مصري كان يرى التنوع هذا أمر رائع. بيسألوه سؤال جاء له قال إمام أحد الشباب يعني مفاعل بقى الكنائس بقى تبنى بعد سيدنا عمرو بن العاص وجددوا الكنائس ورجع البابا بنيامين من سانت كاترين. فقال له يا إمام هل يجوز بناء الكنائس؟ فقال له سؤال غلط. يعني يجوز لا يجوز سؤال غلط. فقال له الإجابة يا بني وهل بنيت الكنائس إلا بعد عمرو بن العاص؟ هو البناء أصلا بدأ لما جه الصحابة. فتخيل بقى مش حرام وحلال، لا بينتقل إن هذا البناء قام به أفضل جيل. وسؤال حرام ولا حلال هذا سؤال خاطئ. ولو كلمة أخرى نعم إنما جعلت الكنائس يعني بناء يعني بعض الفقهاء يعتبر بناء الكنائس من عمارة الأرض. فهذا هو الفقه المصري الوسط الذي يعني مفترض أن يمتد ويزدهر لكن معقول السدات قمعه. جاء عليه فقه لا أقول بدوي عشان أظلمه، فقه لا يرى مخالف يعني اللي قاعد في الصحراء هو الناقة والجمل والخيمة. المخالف ده عدو، حاجة جاية كده يبقى عدو. لازم المنظومة الفقهية السيكولوجية، لذلك بعض الباحثين عملوا دراسة اسمها سيكولوجية الحنابلة. الفقه لا بنشأته لا سيكولوجية. يعني مثلا الفقه الحنفي ممتاز، يعني ممتاز خاصة في الإطار السياسي بالانفتاح. ليه؟ إن اعتمد في الدولة العثمانية انتشر على الأطراف. الأحناف يروا أنه لا ينبغي لحاكم مسلم أن يهاجم دولة أخرى وبعض المسلمين أخواله من هؤلاء الناس، لأن هذا فيها قطعة رحم. يعني فالفقه الحنفي نشأ على الأطراف وراء المخالف. الفقه الحنبلي العراق الحجاز نشأ تقريبا في فضاء ما فيش فيه مخالف، وبالتالي تعاطيه مع المخالف كأحكام شوية لا تتناسب مع البيئات الحاضرة التي كان فيها تنوع واختلاف كبير جدا. فالثورات العربية جاءت كفعل إجرائي حصل فيه تلاحم، لكن ما زالت الأفكار القاتلة تسكن العقول محتاجين فيها إلى يعني كاسحات ألغام حتى نبطل هذه الأمر حتى لا تنفجر بدرجة من الدرجات. يعني مثلا في الحالة المصرية حريق كنيسة إمبابة ثم أطفيح ثم حالة مسبيرو، هذه ظواهر وقعت بعد حسن مبارك ولنبغى أن نكون عندنا فيها إجابات واضحة. فهل أن المشكلة الاستبداد ولا مشكلة أن في أفكار في العقول نحتاج أن يتم علاجها حتى نؤمن المجتمع بدرجة من الدرجات؟ المستبد كان يقول أنا أو الفوضى. طبعا أنا والفوضى أحد سيناريوهات الاستراتيجية التي يعول عليها، لكن أيضا فوضى العقول هتؤدي إلى فوضى بعض الثورات. كانت تقول أخطر مما كان يقوم به المستبد.